أحد يجهل مخاطر التدخين، ولكن هل تعلم فوائد الإقلاع عن التدخين؟ وهل تعلم أنه كلما تماديت في التدخين كلما كان ذلك أكثر ضررا على صحتك وجسمك؟ لا تتردد أبدا في إلقاء آخر سجارة، فبعد 20 دقيقة من آخر سجارة سيعود ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ودرجة حرارة الأطراف إلى مستوياتها الطبيعية. وبعد 8 ساعات يهبط مستوى النيكوتين في الدم بنسبة 93%. يعود تركيز الأكسجين في الدم إلى مستواه الطبيعي بعد 12 ساعة، بينما يهبط مستوى أول أكسيد الكربون. بعد 24 ساعة تكون في قمة التوتر بسبب الإقلاع عن التدخين، ويبدأ هذا الإحساس بالتلاشي إلى أن ينتهي خلال فترة وجيزة. بعد 48 ساعة يبدأ إصلاح أطراف الأعصاب المدمرة، فتتطور لديك حاسة الشم والذوق. وبعد 72 ساعة يكون جسمك خالي من النيكوتين بنسبة 100%، وتسترخي لديك الشعب الهوائية مما يجعلك تتنفس بسهولة. بعد 5 إلى 8 أيام سترغب بالتدخين 3 مرات يوميا، وهذه الرغبة لن تدوم أكثر من 3 دقائق. وبعد 10 أيام ستساورك نفس الرغبة أقل من 2 يوميا، كذلك فهي لن تدوم أكثر من 3 دقائق. بعد 2 أسابيع تصبح الدورة الدموية في أسنانك ولثتك مشابهة لغير المدخن. خلال 2 إلى 4 أسابيع تختفي أعراض الانسحاب مثل الأرق والغضب وعدم الارتياح والإحباط، ثم تقل فرص الإصابة بالأزمات القلبية ويتحسن أداء الرئة بشكل ملحوظ. بعد 3 أسابيع إلى 3 شهور تتحسن دورتك الدموية ويختفي لديك السعال المزمن وتمشي بطريقة أسهل. بعد 9 أشهر تتلاشى أعراض الاحتقان والتعب وقصور التنفس. الآن الحويصلات الهوائية في رئتك نظيفة، مما يزيد الطاقة في جسمك. بعد 1 سنة مخاطر الأزمات القلبية وأمراض القلب والجلطات تقل بمعدل النصف. بعد 5 إلى 15 عام مخاطر الإصابة بالجلطات تعادل غير المدخن. وبعد 10 سنوات فرص الإصابة بسرطان الرئة تقل بمعدل 30 إلى 50%، واحتمالية الوفاة بسبب سرطان الرئة تقل بمعدل النصف. ومخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس تشابه غير المدخن، كما أن مخاطر الإصابة بسرطان الفم والبلعوم والمريء تقل أيضا. وبعد 13 سنة تختفي مخاطر أمراض الأسنان بسبب التدخين. وبعد 15 سنة تختفي مخاطر أمراض شرايين القلب. وبعد 20 سنة تختفي مخاطر الوفاة بسبب التدخين.